مستوى العملية السياسية بشكل عام والعملية الانتخابية. ولكن تعقيبا على ما ورد في حديث الضيفين الكريمين، باختصار سيد منهل أرجوك، أنه حتى إذا ما وجد هناك كيان سياسي غير طائفي، ولدينا الكثير، ونكون صريحين، بعض الكيانات السياسية خصوصا التي تقع منها في أقصى الزاوية العلمانية إذا صح التعبير، هي ليست طائفية. أنا أقول حتى إذا كان ذلك ممكنا، فما جر إليه العراقيين قسرا بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق بالانزواء إلى الطائفية والمسميات الطائفية، حينما أنشئ مجلس الحكومة بمكونات عدد شيعة كذا وعدد سنة كذا وعدد كرد كذا والآشوريين كذا، العراقيين وجدوا نفسهم ضمن إطار التحديد والتقسيم الطائفي، ولهذا آلت ما آل إليه الديمقراطية العراقية التوافقية إلى المحاصصة الطائفية. نعم. وهذا ما حصل في مسميات مكونات الحكومة العراقية سواء كان في مجلس الرئاسة أو في مجلس الوزراء، وبالتالي أدلى بدلوه واستمرت التداعيات إلى الحكومة العراقية بمسميات الحقائب الوزارية. لهذا سيد منهل المرشدي المحلل السياسي من بغداد، أنا أعتذر منك جدا، الفكرة تبدو واضحة لكن الوقت لا يسمح بالإسهاب أكثر في النقاش. شكرا جزيلا لك منهل المرشدي المحلل السياسي من بغداد، وأيضا شكرا جزيلا لباسم بوطبيخ كاتب ومحلل سياسي كان معنا مشكورا من بيروت، وتحية للسيد محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات الذي رافقنا بالحوار من بغداد، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في حلقات قادمة دمتم في رعاية الله.